ترامب أو بايدن، قضايا كتيرة بالعالم، المنطقة وبلبنان معلقة بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. Our country is coming back incredibly well. شو هي آخر التوقعات بالنسبة للنتيجة؟ وهالانتخابات 2020 رح تكون فريدة بتاريخ الانتخابات الأمريكية؟ I'm running because Trump is the president. ولوين ممكن توصل المفاجآت؟ الأهم كيف رح تتأثر المنطقة من الخليج لإيران للبنان بحال فوز ترامب أو بايدن؟ ولأن لبنان معلق بحبال الخارج، الكل ناطر كيف رح تخدنا الرياح الأمريكية بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. بين ترامب وبايدن، عنوان هالحلقة من 20-30 مع ألبير كوستانيان، تنين 10 لتلت المساء على الـ LBCI.